نصها ميه. حط كربونات، في كربونات وفيها، في كربونات وفيها. حطش كربونات وحط ميه بس. هو باين حاجه بس نازله. ما تقدر تحكي. ما تقدر تحكي. عشان تيجي الصورة. ماشي. هاش. عشرة في المية. بس. لا خلاص. تسد الأسطرة. وابعد. شيكين جوا. عشان يدوب الصديق. ما بس لا ما تسألنيش، احنا مش لازم، انا اهم حاجة بس تصور المية ده. يعني تشمس رياضة ولا عقب حاجة ولا لا؟ عادي، حصل التهابات وبعد التهابات جلب الصديق. خلاص تصرف هي خلاص تتوهم منها عشب. خلاص من الجدار. يا ابو ده لسه احنا عايزين نسيب الكربونات. هات لي محلول الملح اللي معاك. اتفضل. اتفضل. بس. ها. ايش؟ هات محلول الملح. هل في الكوباية؟ طبعا كان بتنزل صديد، احنا عملنا دخلنا الأسطرة وبدأت تنزل صديد، فاحنا دخلنا الصوديوم بايكارب 10%. هنفس دلوقتي محلول الملح. هاتها جنبك يا ريس. هاي حاطط في الكوباية. ها امسك كويس. بس ده محلول ملح. الغرض من محلول الملح اولا بيفتر الفطريات. انا حاجه ببدا اشوف هو لو نزل طبيعي نفس لونه، يبقى انا كده عملت اكسبريشن كويس جوه. استنى 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 لا اتنين بس محلول ملح. ما بضغط جوا على الوترس. Thank you.
تروح لهنا. الملح طبعا ايريتن. فضي فضي من الملح بالملح. بس كفاية. جزء من مصر.